إلى شعوب العالم، نحن شعب مصر العظيم نرفع صوتنا بفخر واعتزاز لنعلن للعالم بأسره بأننا مستعدون لقيادة العالم في كافة الميادين. فمصر بلد الأهرامات والتاريخ العريق، تجسد قوة الإرادة والعزيمة والتميز. نحن نملك تاريخاً حافلاً بالإنجازات والإبداعات، ولدينا ثقافة غنية وتراث عظيم يتسم بالتنوع والعمق. نحن شعب مبدع ومتجدد، ولدينا طموح كبير لتحقيق النجاح والتقدم. في العصر الحديث نجدد عهدنا بأننا سنظل رواداً في كل المجالات، سواء في العلوم والتكنولوجيا أو في الاقتصاد والتجارة أو حتى في الفنون والثقافة. نعدكم بأننا سنعمل بجد واجتهاد لنبني مستقبلاً مشرقاً لأبنائنا وأحفادنا. لن يكون الطريق سهلاً، ولكننا مصريون متحدين وصامدين، ونحن على يقين من أننا سنتغلب على جميع التحديات والعقبات. نحن مؤمنون بقوة التعاون والتضامن، ونؤمن بأنه من خلال العمل المشترك يمكننا تحقيق الإنجازات العظيمة. فلنتحد الآن كشعوب مختلفة، ولنعمل معاً من أجل بناء عالم أفضل وأكثر عدالة وسلاماً للجميع. شكراً لكم، ولنواصل مسيرتنا نحو الأمام بثقة وإيمان، ولنبذل جهدنا وإصرارنا لنحقق النجاح والتقدم في كل المجالات.